المنافع والكوست والأربع العناصر اللي عندي اللي بقارن بناء عليها، هذه طلعناها في البداية. وبعدين عندكم الأوزان للحلول، يعني المنافع لو أخذت الحل الأولاني الثاني الثالث وهكذا الفرص وغيره، بعدين ضربتهم في بعض. يعني عندكم الرو اللي هو عندكم 19%, 19%, 30%, 30%, ضربتها في كل صف من الصفوف بتاعت الحلول وطلعت وسويت مالتيبليكيتيف سينثيسيس. هذا ايش اللي بسويه؟ بجمع بضرب المنافع في الاوبورتونيتيز وبقسمها على الكوست ريسك، شبيه بالكوست بنفيت اناليسيس مع اختلاف بسيط. وممكن استخدم معادله ثانيه اللي هو الاديتيف سينثيسيس اللي بطرح البنفيت اوبورتونيتيز ناقص الكوست ريسك بالاوزان. بس في فرق بين الكوست بنفيت تحليل، باخذ الارقام زي ما هي هنا بالاوزان اللي طلعتها، ففي فرق الحقيقه، فرق جوهري. الخلاصه النهائيه طبعا نيكلر يوز اخذت زيرو، يعني حل غير مرغوب فيه ابدا ولا نتمنى انه يحصل ابدا لانه مبيد. الون ستيب سولوشن مع انه في البدايه كان كثير بيطالب فيه بالذات المجموعه الفلسطينيين، لكن اخذ 34 مع انهم هم حطوا ارائهم واصواتهم. واليهود كانوا بيطالبوا برضه بالون ستيب سولوشن بس من وجهه نظرهم. الساتس كو اخذت 26%، تو بايبل ستيت سولوشن اخذ انا في الشاشه عندي راحت 62%. لاحظوا معايا التو بايبل ستيت سولوشن هذا الحل اللي كان تقدم به خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر بيروت عام 2002 اذا لم تخني الذاكره، او 2004 2003 مضى عليه 5 سنين وما زالت اسرائيل بتحاول تحارب فيه شويه، يعني they are not accepting it but it's the real solution. حتى بعدين لاحظوا معايا في اعتقد في الحين قريب قبل شهرين ثلاثه في استشاريه مستشاره من مستشارات بوش كان قالت انه الحل لتحسين الصوره الامريكيه في العالم العربي حل قضيه الشرق الاوسط. لو انحلت قضية الشرق الأوسط وساهمت أمريكا في حلها بإيجابية وجدية حنحبها حتما، كلنا حنحبها، بس نبغى الحل اللي يرضي كافة الأطراف. طبيعي احنا بعد ما المتزولوجي نفسها بنعمل تحليل حساسية ونقول ايش لو تغيرت بعض القيم، بعض الأفكار، بعض المعايير، ايش التأثير على الحل؟ هل حتغير ولا لا؟ فلاحظوا معايا الحقيقة الحل اللي بالأخضر، هذا اللون الأخضر بيعطيني أولوية، يعني stability للتو فايبل ستيت سولوشن. بس ملاحظات كذا هذه حبيت أحطها وشاركوني فيها. أنا بفكر الآن زي ما قلت لكم في البداية يمكن هذا الحل ما هو representative للاختيار 100%، ولكن جهد المقل. فالموديل نفسه بيعطيني منهجية تساعدني على إني أحط، يعني أخذ بجد، لو أخذت النموذج ده بجد واشتغلت مع ناس مخصصين في علم السياسة أو يدهم في الشغل اللي هم يعني مستشارين للأساس والقادة، ممكن يساعدنا على إن إحنا نحل. وبعدين في النهاية السؤال طرحته عن نفسي في البداية، إنه إذا ما كنت أسخر المعرفة اللي تعلمتها وقضيت عمري فيها لخدمة الإنسانية، خدمة قضية تؤرقني وتؤرق العرب المسلم، فما جدوى دراستي وتعليمي. شكراً.